السلام عليكم ورحمة الله. موجز من إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. حلت موريتانيا في ذيل قائمة مؤشر فرايزر للحرية الاقتصادية، حيث صنفها التقرير في المرتبة 39 بعد 100. تلتها من الدول العربية الجزائر في المرتبة 51 بعد 100، وسوريا في المرتبة 53 بعد 100، فيما احتلت الدول المغاربية الأخرى مرتبة وسطى، المغرب 109 وتونس 116. أعلن عن مسابقة جديدة لترسيم حوالي 4000 عقد ويما بين معلم وأستاذ ممن كانوا يزاولون مهنة التدريس بالمؤسسات التعليمية في البلاد. وتمثل هذه المسابقة استجابة لمطالب المدرسين العقدويين، فيما يعتبر مراقبون أن اكتتاب هذا العدد دون المرور بمؤسسات التكوين يشكل خطرا على مستقبل قطاع التعليم. أقام مرصد المتابعة المواطنية للإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر التابع لرابطة موريتانيا الآفاق غير الحكومية، أقام ورشة تفكيرية بمشاركة عدد من شباب الرابطة، وتم خلال الورشة نقاش مشاركة الشباب في السياسات العمومية والقضايا التي تواجه الشباب كأزمة البطالة، إضافة إلى الوحدة الوطنية ودور الشباب في توطيدها. فاز نادي تفرغ زينة على تشيجة بخمسة أهداف مقابل واحد في أول مباراة جمعت بينهما خلال انطلاقة نسخة الدوري الموريتاني لكرة القدم الجديدة، فيما تعادل عميد أندية العاصمة الإقصر مع البرتغالي أفسن واديبو بالعاصمة الاقتصادية، وخسر نادي العصابة أمام الجيش الوطني بثلاثة أهداف مقابل صفر. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.